أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا باسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة قدوم المولود لسموه حمدان. وخلال الاتصال أعرب جلالة الملك المفدى عن خالص تهانيه وتبريكاته لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على ما أنعم به الله سبحانه وتعالى على سموه بالمولود العزيز حمدان، داعيا جلالته المولى عز وجل أن يحفظه وأن يسبغ عليه موفور الصحة والسعادة وأن يجعله قرة عين لسموه وجميع أفراد العائلة الكريمة ويوفقه في حياته وفي تحصيله العلم النافع لخدمة مجتمعه ووطنه.